بعث صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيه الى اخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكه العربيه السعوديه الشقيقه اعرب سمو ولي العهد عن ادانته الشديده واستنكاره لعمليه اطلاق صاروخ فلسطيني فوق شمال مدينه الرياض قادما من اليمن والذي قامت بحمد الله تعالى قوات الدفاع الجوي الملكيه السعودي باعتراضه وردعه دون وقوع اصابات، مؤكدا سموه ان هذا الاعتداء الغاشم الذي استهدف امن وسلامه المملكه العربيه السعوديه وشعبها الشقيق يتصادم مع الشرائع والقيم والاعراف الدوليه. ومؤكدا سموه تضامن مملكه البحرين مع الشقيقه الكبرى السعوديه وتأييدها لكل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ على امنها واستقرارها. داعيا جلالته العلي القدير أن يحفظ مملكة المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الأبي من كل مكروه ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والرقي والتقدم في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله